في كل الاتجاهات وعلى كل المستويات تحاول القوات الروسية تحقيق تقدم في الحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية منذ أكثر من 13 شهرا. هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أعلنت أن الجيش الروسي يركز جهوده الرئيسية على القيام بعمليات هجومية في مناطق ليمان وبخموت وأفديفكا ومارينكا، مشيرة إلى أن وحدات قوات الدفاع تصدت لأكثر من 60 هجوما. مسؤولون عسكريون أوكرانيون قالوا إن القوات الروسية أحرزت تقدما في مدينة باخموت الواقعة على الجبهة الشرقية، مضيفين أن مقاتليهم ما زالوا صامدين في معركة مستمرة منذ شهور تكبد خلالها الجانبان خسائر فادحة. وفي جنوب أوكرانيا قال الجيش الأوكراني إن هناك قصفا متجددا على مدينة خيرسون في الجنوب وبلدات أخرى على الضفة الغربية لنهر دنبرو الذي يقسم البلاد. كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قال إن هناك زيادة كبيرة في عدد القوات في محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، ولم يعد من الممكن حمايتها. وسيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا النووية في الأسابيع الأولى من الحرب قبل عام، وفشلت محاولات تهدئة القتال والقصف حولها رغم المخاوف من حدوث كارثة نووية. وكانت المحطة جزءا مهما من شبكة الطاقة الأوكرانية، وشكلت حوالي 20% من الطاقة الوطنية التي كان يتم توليدها قبل العملية الروسية، ولم تنتج الكهرباء منذ سبتمبر الماضي عندما توقف آخر مفاعلاتها 6.